شوفوا يا اخوان، كنت متوقع انه وار زون موبايل جرافيكا زبالي وبعدهم مش شغالين علي، لحتى جابت فيديو. يعني اخوان طلبنا من ديسترو يبعث لنا فيديو بجوده عاليه بتريت عالي حتى نشوف اللعبه على حقيقتها. مثل ما بتعرفوا ثلاث ارباع الفيديوهات اللي على اليوتيوب البتريت تبعهم واطي ومغبشين وجرافيكهم مش كتير منيح، فرحنا جبنا الفيديو من ديسترو. بنتشكر ديسترو انه عطانا الفيديو باعلى جوده وجبناه لعنا وشفنا الجوده الاسطوريه. طلع يا اخوان ثلاث ارباع اللي شايفينه ولا شيء من جوده وار زون موبايل. طلعت جودة وار زون موبايل والله يعني خرجت اللعب، خرجت انفتح الفا او بيتا، وهذا اللي حنحكيه بالحلقه اللي بعدها اذا الله راد، لانه اعلن الشركه طريقه هيك مدري كيف انه في نسخه بيتا. فالمهم يسعد اوقاتكم جميعا، اليوم جايكم فيديو جديد عن وار زون موبايل، اول فيديو باليوتيوب على جوده الفوركي على اعلى بتريت. حتشوفوا يا اخوان جيم بلاي بلا فيس كام بس حتى تشوف الجوده خالصه من دون اضافات، خالص الجوده مثل ما هي. فازوا المره عم تشوفنا على اليوتيوب تاب وار زون موبايل، حط لايك وسبسكرايب وبس خروا على الجيم. طبعا يا اخوان سايت اقولكم انه هالجرافيك اللي حتشوفوه هلا هو ربع جرافيك الاساس اللي حينزل بالنسخه الرسميه، فهذا ما بيمثل الا 10 ل 20% من الجرافيك لوار زون موبايل. Just inbound.
return to the front line. You lose, your fight is over. Sort them out or capture the objective. You gave them a proper sorting. Stand by for redeployment. Team is tracking your position. Thank you.
Marking new safe zone. Loadout drop headed your way. Got gas inbound. Safe zone relocated.